ضحك اللي هي تنجم تقول علاج، وتنجم تقول فلسفه حياه، وتنجم تقول رياضه، وتنجم تقول تقنيه من تقنيات تطوير الذات والمهارات الحياتيه وكل شيء. اللي هي يوغا الضحك سهله ياسر، مبنيه على فكره علميه تقول اللي بدنا ما يفرقش ما بين الضحكه الحقيقيه والضحكه المفتعله. فوائد يوغا الضحك: تحسين المزاج، تحسين الصحة العامة، ومزيد الإقبال عن العمل، تخليك تقبل على عملك بكل حب وبكل قوة.